الرحمن الرحيم، الثعبان المصري العظيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أتقدم اليوم باعتذارا رسميا كلفني به السيد الفريق المثير الزعيم الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا إلى الدول الآتي ذكره: المملكة العربية السعودية، الإمارات المتحدة العربية، دولة الكويت، دولة ما هو من الآخر يعني الكرة الأرضية إلا كم دولة كده. أيها الشعب الخليجي، كيف تصدقون تلك التسريبات المفبركة المنسوبة إلى السيد المثير الفريق الزعيم عبد الفتاح السيسي؟ الفريق السيسي عمره ما يخون كفيل أبدا يا أخوانا، يخون قسم ماسي، يخون رئيسه ماسي، يخون الشعب ماسي، لكن يخون كفيله لا. لا 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 تلتفتوا إلى هؤلاء الخونة الذين يريدون قطع العلاقات والتحويلات. ايوه تحويلات، وانتوا زعلانين ليه؟ ما انتوا ما شاء الله زي ما بيقول سياده المثير الفلوس عندكم زي الرز، ادونا معلقه. تفتكر لو واحد معاه 5 6 مليون وجينا خدنا منه 30 40 الف هيموت من الجوع؟ ناس معاها فلوس كتير قوي وناس ما معهاش خالص. انا ما معيش خالص. فوقوا يا اخوانا، احنا عمرنا ما هننسى ابدا يا سعوديه، عمرنا ما هننسى ملياراتكم ونفطكم يا امارات، عمرنا ما هننسى بطاطينكم وكلسوناتكم يا كويت، عمرنا ما هننسى الايفون 6. بس بيسجل سبك على فكرة. بس انتوا عارفين يا شعب مصر، احنا نحمد ربنا ان الحاج محلب جه قبل ما التسريب يطلع بيوم واحد بس من الكويت، لو كان التسريب طلع وهو هناك كانوا هنفخوه. ومناسبة خاصة من السب اصرف الى الاخوان الارهابيين تجار الدين. السعب يستعجب، السب اصرف يناسب الاخوان الارهابيين؟ نعم، بما يناسدهم اقول لك يا محترم، اذا كان لديكم تسريبات من تاريخ 15/7/2014 الى تاريخ 25/8/2014 فليس من المروءه والمهنيه اذاعه تلك التسريبات. هتقول لي ليه يا محترم؟ لان اللواء عباس كامل في الفتره دي كان عامل البواسير وفيه مكالمات خاصه. ولا تصدقوا يا سادي ان سادي المثير الزعيم الفريق عبد الفتاح السيسي يقول عليكم انصاف دول، لا، كل الحكايه ان في بنت اسمها انصاف شغاله سكرتيره في مكتب اللواء عباس كامل، دخلت عليه وهو بيتكلم مع سادي المثير بيقول له هذه الدول، فهو بيقول له هذه، دخلت البيت قال لها انصاف الدول وكمل كلامها. ولتعلموا ايها الاخوان المتاسلمين الارهابيين تجار الدين ان تلك المحاولات الفاسله للوقيعه بين السيد المثير. نعم، امتى دي؟ الحمد لله الحمد لله، فلتموتوا بغيظكم ايها الارهابيين. هل تعلمون اين هو السيد الرئيس المثير الزعيم عبد الفتاح السيسي الان؟ انه مع قامه خليجيه كبيره يعتذر اليه بنفسه. نعم، في فيديو كمان، انزل يا ابني وريهم واحرق دمهم، انزل بالفيديو. منتة طلبتها كده؟ منتة؟ ايوه منتة. اسمها منتة؟ امال ايه يا حاج؟ اه يا خسيس، نسيت اصلك يا واطي، نسيت اصلك، نسيت بيجامتك الوسخه المعفنه اللي مرمي عليها التراب قرح، نسيت شكلك اللي كان متغطي ورا الوساخة، ما كنتش عارف مين اللي ورا العفانة دي، أنا اللي نظفتك. صحيح، بجامتك المعفنة وصندلك المخربع مرميين لسه تحت في أوضة الكلب. صح. يا كلب يا واطي يا كلب. اعمل سبسكرايب، اعمل سبسكرايب ولايك وشير بقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.